يقول: رجل ليس له أبناء وتوفي فمن يرثه؟ هل يرث أبناء أخيه أو أبناء أخته؟ الإنسان إذا مات بالنسبة للميراث يرثه اللي هم من نص الله عليهم الورثة، طيب، من الرجال أو النساء، وهؤلاء الورثة إما أن يكونوا أصحاب فروض وإما أن يكونوا من أهل التعصيب، يعني التعصيب هو اللي يأخذ الباقي. وهؤلاء العصبة ذكر أهل العلم أنهم يعني أربعة، وهم بنوة، أخوة، أبوة، عمومة. هؤلاء قال لهم العصبة، هذا قال لهم العصبة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، على هذا الترتيب: الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم الأعمام. هؤلاء قال لهم العصبة. والأبناء وإن نزلوا الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، وليس البنت. العصبات كلهم ذكور، ما في عصبات إناث، ما في عصبات إناث، يعني كما قال أهل العلم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط. والمرأة قد تعصب بغيرها أو مع غيرها، لكن هي تكون عصبة ما تكون للمعتقة فقط. والأصل في العصبات أنهم رجال. هؤلاء العصبات الرجال يعني إما أن يكون الابن وهو أقوى عصبة، الابن ثم ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، الابن وإن نزل وليس البنت، ثم الأب وإن تعالى، الأب والجد وجد الجد وهكذا من جهة الأب، هؤلاء العصبات. أو الأخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ لأم ليس عصبة وإنما الأخ الشقيق والأخ، وأبناؤهم عاد ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب وهكذا، وابن ابن الأخ وهكذا، هؤلاء عصبة. ثم العم يأتي بعد ذلك، العم الشقيق والعم لأب، العم لأم ليس عصبة وإنما العم لأب والعم لأب وأم، ثم بعد ذلك ابن العم لأب ابن العم لأب وأم، هكذا يكونون هؤلاء العصبة. وبناء على ذلك يعني من السؤال يقول: هل يرث أبناء أخيه أو أبناء أخته؟ شو نقول؟ أبناء الأخ، أبناء الأخ هم العصبة، أبناء الأخت ليسوا عصبة، أبناء الأخت ليسوا عصبة، لأن أبناء أخته شو يقولون له؟ ها؟ ولد أختك شو يقول لك؟ ها؟ ولد أختك باللغة العربية؟ لا، باللغة العربية شو نقول له؟ خالي، مو خالي، الكويتي خالي، صحيح ولا لا؟ ذاك يقول الخال خلي، طيب، فهذا ليس عصبة، ليس عصبة، وإنما العصب ابن الأخ، أما ابن الأخت فليس من العصبة. والصحيح أن ابن الأخ هو الذي يرث، وأما ابن الأخت فلا يرث. نعم، نسمع الأذان ثم بذلك نقول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعود على ما سبق وهو قضية الورثة. فقط أن البعض قد يظن أن في هذا حيفا على أبناء الأخت مثلا، أنها لا تكون عصبة أو أنها ما ترث. الله سبحانه وتعالى من عدله جل وعلا أنه جعل هؤلاء العصبة الذين هم يرثون المال هم الذين يدفعون الدية إذا قتل أو يعني خطأ أو شبه عمد، فإن الدية يدفعها العصبة. فدائما الله تبارك وتعالى يعني يعادل في المسائل، يعادل فيها سبحانه وتعالى. كما أن الرجل مثلا في الميراث يأخذ ضعف الأنثى، لكن في المقابل هو الذي يدفع المهر وهو الذي ينفق وهو الذي يصرف على المرأة. وكذلك هنا هؤلاء الذين يجعلهم الله عصبة يأخذون الميراث هم كذلك الذين يدفعون الديات في حال إذا قتل هذا الإنسان خطأ أو شبه عمد، فإن الذي يدفع الدية هم عصبته. فهذا من عدل الله تبارك وتعالى. نعم.